وبلحظتنا هاي كمية الكواليس اللي ممكن نسأل بيها اليوم تبدي من التقاء رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مع الشخصية العشائرية الشيخ علي حاتم السليمان. بعد الدعوة ذهبت لزيارة الشيخ رعد الناسي، يعني طبعاً بعض الأخوة لا يفقهون العادات العشائرية وآداب المضائف، لأنه يعني أنت تسلم وتحيي كل من يستقبلك في هذا المكان بالطريقة التي هو يبادر بها، فأنا سلمت على الموجودين ومنهم الأخ علي الحاتم، ولو تكرر الحادثة لقمت بنفس العمل، لأنه هذا من الآداب المضايف والعشائر. أي شخصية حاليا أو سابقا كانت مثل معارضة النظام السياسي في العراق وأرادت أن تعود العراق وتنسجم مع الوضع السياسي الحالي، أنا أعتقد يجب أن نرحب بها. نعم، يعرض نفسه على القضاء أولا حتى إذا كان مطلوب لدم أو لأمر آخر. طبعا احنا ما نقدر ندافع عن شخص عليه تهم جنائية أو قضائية أو إرهابية لا سمح الله، لكن بعد ذلك يجب أن نتصرف بعقلية بناء الدولة التي تتكلم عن المستقبل. أنا كرئيس حشد الشعبي وأنا أريد للحشد الشعبي أن يكون حاضنا لكل العراقيين من خلال خدمتهم، من خلال التنازل لهم، ولا أجعل الحشد الشعبي صورة تمثل العنف وتمثل القمع وتمثل، وهذا ما أعمل عليه ما دمت أنا على رأس هذه المعركة الانتخابية لم تبدأ الآن. وأراء الأشخاص الجميع محترمة، لكن بصراحة يجب أن نسلك الطريق الطبيعي، الطريق الدستوري، الطريق القانوني، وأنا أجد أن وفق رؤية إيجابية ورؤية غير مرضية يجب أن نعتبر نجاح الحكومة هو نجاح للإطار. وطبعا السيد رئيس الوزراء عندما تنجح حكومته ينعكس هذا النجاح عليه شخصيا، وهذه قضية طبيعية جدا، يعني حصلت في كل الحكومات السابقة وتحصل في أي مكان في العالم. جزء من تعويق بناء قدرات العراق هو وجود التحالف الدولي حاليا بعد أن استنفذت مهامه بهزيمة داعش. والتحالف الدولي هو ليس مطلوب لحفظ العراق، هو حاليا بقاؤه والذين يصدرون عليه هو لأغراض تتعلق بالعمليات في سوريا، وقسم منها يتعلق بأمن إسرائيل، يعني مظلة عسكرية دولية تهيمن على المنطقة من أجل الهدف الأساسي هو أمن إسرائيل. أما بالنسبة للعراق نحن لا نحتاج ولا يقدم حاليا، لا يدرب حاليا جندي التحالف الدولي.